السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيحصل كتير ان اعمل بند المشروع، سواء بامر بند العادي او ان انا اعمل اي ترانسميت، وبعد كده ممكن تكون في بعض الملفات لان فيها مشكلة ما عملتش بند صح، فبضطر ان انا اقعد اعمل شيك عليها. او بيحصل مشكلة تانية ان انا عايز ابدأ اظبط في الاكستريفات نفسها. يعني على سبيل المثال انا كنت شغال على فوق يعني بارتيشن اسمه جي، لان ان احنا هنشتغل على بارتيشن تاني اسمه اتش، او ان انا عايز اعدل الاكستريفات اخليها تبص على مشروع تاني، تمام. او ان انا كنت حاطهم في فولدر وطلعت اسم الفولدر غلط، فانا عايز اغير الاسم دوت لاسم تاني. كنت كاتب اسم مشروع وعايز اغير لاسم مشروع تاني، او عايز اغير كلمة معينة ازودها، او اي حاجة من الحاجات دي بتحصل كتير. الموضوع ده في برنامج بيجي مع الاوتوكاد اسمه ريفرنس مانجر، بجيبه من ستارت اول بروجرام اوتو ديسك، اي اصدار من اصدارات الاوتوكاد بتلاقي موجود فيه ريفرنس مانجر. هو برنامج بسيط وخفيف وسهل الاستخدام. ببدأ اسحب اي ملفات انا عايزها، هو بيبدأ يقراها وبيقرا الحاجات المرتبطة بيها الاكسترفات بتاعتها، تمام. هو كده بدأ يقرا لي الملفات كلها. هاجي افتح اي ملف فيهم هلاقي الفونت موجود، البوست ستايل الاكسترفات، بيقول الاكسترفات موجودة. لو الاكسترف احنا لقيناه ضارب يعني مرتبط بحاجة تانية غير اللي المفروض ترتبط بيه، يعني على سبيل المثال من غير غيرنا كلمة، قال لي كلمة نوت فاوند مش لاي، لان هو دخل دور في الملف اللي اسمه بي اس ملقاش، ومفروض ان هو بي اي اس اي. لو في اي ملف في مشكلة وعايز اصلحه بدوس عليه مرتين او ادي سيلكت باص واشوف ايه المسار الجديد اللي صح. دي الطريقة السهلة جدا للاستخدام، ان انا اعدل المسار واحدة واحدة. او اجي هنا في اول بروجرام واعلم على الملفات اللي المفروض تاخد المسار الجديد كلهم مرة واحدة، واجي هنا find and replace، بديله المسار القديم واديله المسار الجديد واقول له ريبليس اول. ففي ثانية واحدة بتلاقي 500 ملف اتعدل المسار بتاعهم في ثواني، تمام. طب نفترض ان في ملف من الملفات اتعمل له بايند، ايه اللي يحصل؟ زي ما انت شايف هنا اي ملف موجود فيه تحتيه كلمة اكستريف المسار بتبقى موجود. لو اتعمل له بايند فعلا ومبقاش موجود زي الملف دوت، بتلاقي كلمة ايه اكستريف مش موجودة، فتبقى عارف ان الملف ده اتعمل له بايند ومفيش اي اكستريف مرتبط بيه.